تعالي رايحة فين؟ اقعدي اقعدي خشي صباحك فل. تعالي يا جبرية اقعدي يا اختي اقعدي. انا قلت ايه اما اقوم اعمل كده لقمة نفطر بيها احنا كلنا مع بعض، اصل انا ما بحبش الكسل وما بحبش حد يخدمني. فجبت شوية عسل اسود على حتة قشطة على حتة فطير خبزها بإيديا وحياة عينيا، أصل أنا في الفطير مليش مثيل. دوقي يا جبرية دوقي هيعجبك قوي، ده أنا فطيري إيه ملوش حل، أنا أحسن واحدة في البلد. خدي يا سعادته بالهنا والشفا، إيه رأيك؟ حلو جوي. تسلم. الله ما تدوقي يا جبرية، مد إيدك وأنتي غريبة، مدي يا أختي. ما إيه رأيك؟ هل؟ حتة قشطة بقى كده مع العسل. جبرية العسل بالقشطة بقى يا حبيبتي. ايه مش عايزة؟ خد يا سي عبدو، هي بتحب تاكل بإيديها. بالهنا والشفا يا سي عبدو. يوه انا هعزمك في بيتك برضو يا جبرية، ما تاكلي يا اختي. كل يا جبرية كل. محروس اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا ست كريمه؟ انا كويسه الحمد لله. انت جاي لستك فوزيه مش كده؟ بصراحه يعني انا استاذنت ابويا الحاج عبد الحكيم وقال لي اجي اقعد معاها نص ساعه وامشي على طول، حتى بالاماره كمان قال لي ان حضرتك موجوده انت والست جبريه. طيب حط الحاجات دي على الترابيزه وتعالى عشان عايزك. يلا شد حيلك خش قدام. اتفضلي يا فندم. امشي قدام. عامل ايه؟ الله يخليك يا ست هانا. خش. لا والله ما يصحش. اتفضلي. ما تخش. اتفضلي يا فندم. قول لي بقى ما تخافش يا واد، جايب لستك فوزيه ايه في الكاسه اللي انت جايبها بره دي؟ يعني فضلت خيرك كده يعني قطع لها حتتين قماش. حتتين قماش؟ انت عبيط يا واد، حد يجيب لي فوزية هانم حتتين قماش؟ ستك فوزية بتحب التعب، لغلط عينيها زغللها جردان حلو حلق مدلدل دستة غوايش خاتم محترم. ما انت عارفة يا ست كريمة يعني منين، يعني انت عارفة العين بصيرة والإيد قصيرة. بس كده تحت والإناها. خد يا محروس. لا 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 يمكن، لا يمكن. هو ايه اللي يمكن؟ خد يا واد الخاتم ده يزود حبك في قلبها، امسك. والله يا ست كريمه انا مش عارف يعني اودي جمايلك فين ولا اقول لك ايه. قولي على كل حاجه. ها؟ كل حاجه في قلبك عشان انصحك وفطمك تعمل ايه. المحبه اللي في قلبي المحبه. والله يا ست كريمه ما انا عارفه. خلي بالك ستك فوزية مال وجمال، يعني اللي هيتجوزها يا سعد ويا هناء. والله أنا ما في دماغي يا ست كريمة. أنا بس بفكرك ستك فوزية بنت أصل ومن بيت كبير. أمال إيه وأراضي إيه؟ ده عندها يجي 50 سنة 50 فدان، ده غير الفك يا واد ما تعرفش تعدهم، ولو عديتهم كده يطلعوا يجي 5-6-7 مليون جنيه. انا اللي في دماغي هي والله يا ست كريمه. ما انا واخده بالي. خليك انت بس معايا وانا هفطمك ورسيك تعمل ايه. انا مش طالب غير الرضا. يو واللي طالب الرضا ينحني كده وينكسر. افرد دارك يا واد وخليك اسد عشان تعجبها. بقول لك ايه يا محروس؟ اوامرك وخدامك يا ست كريمه. عايزاك لما تبقى فاضي تعدي عليا نقعد نتكلم شوي، انصحك وافطمك كده وارسيك. خدامك يا ست كريمه. كلنا خدامين لقمه عيشنا. هي كان عبيطه ولا ما عرفاش كريمه؟ اها دنيتها سودا، بتعمل روحها ست البيت، بتأمر وتنهي. طب وهتعمل ايه؟ هتشوفي يا نيه. هي يبقى اللي جاله عبد الحكيم صح؟ حاجة من تانيين، ينسيبها تقعد وتدق روحها وتد في البيت وساعتها محدش يقدر يجلعه، يا إما تن.
جرايه يا بيت فيه كريمه. كريمه قاعده مع محروس واكله ودانه بقالها ساعه ويا عالم بتقول له ايه بتطفشوا؟ بقولك هي جايه على خراب البيت. تطفش مين؟ ده انا كنت فجيت بطنها. روحي اقتلي هابت. هروح. اقعدي. سمعتيش قالت له ايه؟ تصدق ان انت محظوظ؟ والله العظيم محظوظ عشان هتتجوز فوزية. الله يخليك يا ست كريمه. ايه كريمه بتقولي له ايه عني يا كريمه؟ ها في ايه يا فوزيه؟ وانت انت جاي هنا عشان مين؟ ها جاي عشاني ولا عشانها؟ ما طلتك جاي عشانك والله يا ست فوزيه. ست فوزيه ايوه، عشان تعرف مين هنا في البيت ده. هي الست والكل في الكل. كنت بتقولي له ايه عني يا كريمه؟ ها رغتي في ايه؟ كبدك مهري مني في ايه يا كريمه؟ مش هرد عليكي. الله يسامحك. هيسامحني يا اختي؟ هيسامحني؟ ما يسامحنيش ليه؟ لا انا كنت عملت حاجه عفشه اياه. جرى ايه؟ ايه يا فوزيه داخله بزعبيبك ليه؟ اهدي شويه اسالي. كنت بتكلم عن جمالك وادبك واخلاقك ولسانك اللي بينقص سكر، صح ولا غلط؟ صح 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 والله العظيم يا ست فوزيه. الله الله، لهو يا اختي فاكراني هاكل من الكلمتين دول. بقول لك ايه يا كريمه، هي كلمه واحده، انت تقعدي في البيت ده زيك زي الكرسي اللي كنت قاعده عليه، فاهمه ولا لا؟ عذراكي مسكينه يا حبيبتي، ما هي البنت اللي بيفوتها قطر الجواز بتبقى مشعوطه ومولعه وهتتجنن وتغير تولع من الهوا اللي بيعدي على وشها. الف مبروك يا محروس، الف مبروك يا اخوي. قطر لما يلهفك وانت عارف لو دخلت البيت ده ولا خرجت ولسانك جه على لسانها، يلا امشي من هنا، مش عايزه اشوف وشك. يلا اهدي بس اهدي، ولا يهمك، المهم انك في قلبي وعيني مش شايفه غيرك. بصي ما يهمكيش من اي حد، انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان نبقى سوا. بصي يا لهوي بالي، ايه دي ولا حته قشطه؟ خبر ايه؟ في ايه؟ شفتي يا بوي؟ عشان لما اقول لك تبقى تصدقني، ما احنا خلاص بقينا ملطة. امال ايه؟ البيه سيد الرجاله والد عبد الحكيم رايح اقول له يطلقني رسمي، نزل فيا ضرب قدام الناس، حتى سال عمي كامل. طبعا ما هو عامل فيها سبع الرجال بيتجوع علي انا. طيب يا نايندا يا مروان الكلب، اعرف بس حكايتك مع البت مفيده، انا هفضح اللي جابتك. يا عم عبد السلام. يا عم عبد السلام ولا غيره؟ يا عم عبد السلام مالك؟ مفيش. اهدى بس شويه، اهدى بس شويه. يا مروان فيه؟ فيه يا عم عبد السلام؟ انت ابوك عايزين تتربى. ده انا هفهمك على كل حال. ما حدش في فهم خالص. ايه انتك؟ انت جدك؟ قلت لك انا هفهمك على كل حاجه. بنتك هي الغلطانه. ايه؟ ايه الصوت ده؟ ماسكين في بعض ليه؟ تتهوس يا راجل انت؟ هتمد يدك على ولدي ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس يا عبد السلام؟ فهمني ايه اللي حصل يا اخويا؟ ولا حاجه، هو استحلى الضرب على الاصداغ. كتر خيرك يا ست جبريه، تشكري. زي ما قلت لك يا عمي، بنتك هي الغلطانه. عشان خاطر يا مروان يطلع فوق. الكلب ضربه بس بس, بس 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 هتمد ايدك عليه. فتحي خد عم عبد السلام وامشي. امشي يا عبد السلام، امشي امشي. ماشي يا مروان. حقك عليا، حقك يا مروان. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا. خير ان شاء الله.
كريمة عتقول حقك عليا؟ وماله؟ خايفة إياك. أنا ما بخافش غير من اللي خلقني وبس. لا خايفة، وعارفة كمان إني دخلت عبد السلام كده في بيت عبد الحكيم هيطير فيها رقاب إن شاء الله. عيب يا جبرية؟ ما عيب إلا العيب، علم أخوك العيب الأول. بلاش خفتاً، واه اللي بلاش؟ بلاش تقولي شكلي عشان أنا شطاني نار، لو سيبته هيولع في الكل. وماله؟ شطاني ضد مشطانك، ونشوف من فيهم اللي حيولع في الكل الأول. وماله يا جبرية؟ وماله؟ ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ انا خلاص بقينا متجوزين. كويس. هو ايه اللي طب كويس؟ هو انت نسيت ولا ايه حسن اللي احنا متفقين عليه؟ مفيش حاجة بيننا هتحصل الا لما الامور تتحل. ولو ما تحلتش؟ خلاص نقول له لو الامور مشيت كويس ادينا عايشين وسطيهم، ما مشيتش كويس يبقى خلاص ساعتها هخلع معاك. طب ما نخلع من دلوقتي. لا يا حلو، انا مش هخلع معاك الا لما الناس كلها تعرف ان احنا متجوزين. لو انت بقى شايف غير كده روح قول لابوك وامك ان انت متجوزني، ساعتها هخلع معاك حالا. دلوك يا ريتال. شفت بقى؟ اسمع مني يا حسن، انت عشان تبقى صاحب قرار لازم لقمه عيشك تبقى من ايدك. طب اعمل ايه طيب؟ انا هقول لك تعمل ايه، بس سيبنا فكر. يلا قوم كلينا، انا عايزه اروح. يعني ما هنقعدوش مع بعض شويه؟ كفايه عليك كده. اتاخرت وما كلمتنيش. يعني هو انت حتى فكرتي تطمني عليا؟ والله انا عارفه لما يكون عندك شغل ما بتحبش حد يضايقك ولا يكلمك. لا يا روحي، الا انت. أوه غريبة، دي جديدة. أنا عارفة دايماً إن الشغل شغل. هو أنت في حاجة مضايقاكي يا روحي؟ لا أبداً. وحشتيني. وأنت أكتر. أنت نبرة صوتك متغيرة، أنت أكيد في حاجة مضايقاكي. والله بستغربك كتير قوي. ليه؟ انا مش قادره اعرف ازاي بتقدر تعرف ان انا متضايقه كده من نبره صوتي. عشان انا بحبك. وانا مش مصدقك. ليه؟ عشان مش عايز تخلف. حبيبتي، هو انا عشان احبك يبقى لازم اخلف منك؟ اه طبعا. مش وقته يا حبيبتي. انت عارف بقى ان قد ايه متجوزين، بعدين مش محتاجين حاجه. بص يا حبيبتي، انا مش عايز اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل. اللي بيسمع كلامك بيقول انك تعبان ومش لاقي تاكل. بص يا حبيبتي، انا فاهم الدنيا دي كويس جدا. على فكره مروان جه. اه صحيح، وقال لك ايه بقى مروان؟ هو مصمم يعمل شركه لوحده، بيقول ايه اللي يخليه يحط فلوس في شركه في الاخر لو خرج منها مش هياخد اكتر من بيتقال له عليه، وبعدين النجاح كله هيبقى منسوب ليها. مروان هو اللي قال لك كده؟ ده اتغير قوي مروان. يا روحي الدنيا كلها بتتغير. يعني هي ناوية تقعد هناك على طول ولا ايه؟ اه خلاص. ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ بقولك ايه، ده مش بعيد كمان تقول تعالوا اقعدوا معايا. وماله؟ بيت العيلة ولينا فيه، مش احسن من الشقة المعفنة اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا انا مستحيل اعمل كده طبعا. ايه هتقولي لامك لا؟ عايزة البلد تاكل وشنا ولا ايه؟ بنت انتي هتبطلي بقى الطريقه الغريبه بتاعتك دي. لا انا بتكلم بجد على فكره يا زين. ايوه بس انا شايفه ان اللي ماما عملته ده هو الصح، هي بالشكل ده هتقدر تاخد اللي هي عايزاه. طب ما يمكن الطريقه دي تخليها متلجمه وما تعرفش تخلع تاني. ايوه احنا مش هنسيبها برضو. اه طب بنت انتي شكلك كده مخبيه حاجه، فيكي ايه؟ اخبي ايه؟ مفيش اي حاجه. طب ده مين هيجي لنا دلوقتي ده؟
تلاقي حبيب القلب اتلم. اهلا وسهلا. اصل انا كنت فايت لهنا قريب منكم يعني، قلت اطلع اطمن عليكم وانا عارف ان انتوا قاعدين لحالكم يعني فيها. يا خش عارف حط حط. معلش يعني انا سمحت لنفسي وقلت يعني اجيب لقمه معايا، عارف ان انتوا بنات ومش هتعرفوا تبعتوا تجيبوا حاجه يعني، وهتجوع والجوع كافر. ولو حبيتوا تدلوا البلد تاني بكلميني. نعم كلميني. اه حاضر. كتر الف خيرك يا عم، متشكرين قوي. كلميني. ماشي مع السلامة. سلام. مع السلامة. سلام. مع الف سلامة. مع السلامة. ايش طيب مراتي العمدة. اقول لك على حاجة، والله العظيم الراجل ده عسل قوي زي الفل، ده تلاقيه عنده أراضي وعنده بيوت بالطوب الأحمر. بتحكي من نفسك. ده غير بقى الفلوس المتلتلة اللي على قلبه قد كده في البنك. مكتوبة لك يا بنت عبد الله. امشي امشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت انت ما تشوفينيش غير ما تقولي ايه الحقي خير. ايه النبادي؟ كريمة ماتت؟ يا ريت. امال ايه؟ لفه وشها بالطرحة ولبست الجلابية وطلعت برا. هي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة ونص. ابوكي رجع؟ لسه ما جاش من برا. طب روحي نامي وحسك عينك تقولي كلمة لحد. حاضر. طلعت رحت فين يا كريمة دلوقتي؟ ماشي براحتك. انت فين؟ يعني مش هتقدر تيجي؟ انا عايزة اشوفك دلوقتي. ايه قولك؟ هو كده طلعت في مخك ده؟ طب لو ما جيتش دلوقتي يا مروان انا هجيلك واعمل اللي تعمله. بده يا مروان. ماشي. صدقني عبد الحكيم، عبد السلام لو عمل ايه عنده حق. عبد الحكيم طول عمره عندي وراسه ناشفه، عمره ما يعمل حاجه باللي انت بتقول عليها دي يا اسحاق. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. فكر انت بس وحسبها زين، هتلاقي اللي بقول لك عليه هو الصح. لازم نعمل قاعدة كبيرة ونجيب فيها عبد السلام نستسمحه ونعتذر له. جرى ايه؟ هو يعني انا الغلط اللي راكبني والباقي كلهم مظالم؟ عايز الحق عبد الحكيم اللي انا سمعته بيقول لك ده، بس الحق غير كده، ايه رأيك؟ طب قول لنا انت بس بتفكر فيه. ان كان على بنت عبد السلام تيجي تقعد عندي في البيت أو حتى أجيب لها بيت جديد. أنا عارف إن دلوقتي قعدها في البيت صعب. حلو الكلام. ولو إنها غلطت يعني، ولعلمك مروان كان ممكن يطلقها أو يتجوز عليها، بس هو عامل حساب إن عبد السلام أخويا وحبيبي، وبصراحة أنا وأمه كان رأينا إنه يطلقها. ما هو صعب علي مروان يتجوز ويقعد سنة بحالها من غير ما يجيب عيل يملى علينا البيت. مروان قلبي واكني عليه، انا عارف وحسيس، وانا هكلمكم عنه، انتوا عارفين اكتر مني. يا سيدي اتجوز طالما حقه يعمله، وهي ملهاش انها تتكلم. بس عبد السلام غلط برضه. وانت غلطك اكبر من غلطه. ايوه الحق يتقال. ده انت اسمك عبد الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لكل واحد فينا من اسمه نصيب. يعني حكم عقلك كده ووزنها،
لو انت مكان عبد السلام وتعمل فيك اللي اتعمل فيه ده كان هيبقى تصرفك ايه؟ ما تكدبش نفسك، انت عارف انك غلطان من ساسك الراسك بس بتكابر. انا هقول لك حاجه حطها حلقه في ودنك، كبر وغرور هم اللي طلعوا ابليس من رحمه ربنا. انا قلت اللي عندي. السلام عليكم. على فين يا كامل؟ كلامك حلو يا راجل. انا اصلي بحب انام بدري وانتوا الصراحه سهرتوني. مع السلامه يا كامل. الله يسلمك. صدقني بصراحه الراجل ده كلامه صح. ايه وغلط ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص اللي فيهم كفيني، انا عايز اغير جو. نتكلم لنا دليده نروح نقعد عندها يومين. طب قول لي انت ناوي عليه عشان ابقى فاهم. لا ناوي على حاجه، مش ناوي. انا بس زهقان وعايز اغير جو. مش عارف ليه شامم ريحه ما عجبنيش، تكونش عششت في نفوخك وجات في مناخيرك. مناخير ايه وعششت ايه؟ زهقان، عايز اقضى عندها يومين احس كده ان انا ملك عشان ارجع للهم اللي انا فيه. طب وما كلمتهاش انت ليه؟ لا لا لا، كلم انت من نفسك. ايه وقول لها ان انت اللي شاددني وراك. ايه طالما بتخطط كده تبقى ناوي على نيه سودا يا عبد الحكيم. يعني مش سودا قوي. زعلان مني؟ حقك عليا، ما تزعلش. غصب عني يا عبد الله، اللي بيحصل ده غصب عني. ما هو ما ينفعش اشوف بناتك بيتمرمطوا وبيتبهدلوا من بعدك. مش عاجبك الطريقه اللي بفكر فيها. هقول لك ايه، ما هو لو كنت سمعت كلامي ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. عارفه ان اخوك، وعارفه انك ما كنتش عايز الناس تتفرج عليك وانت بتتعارك معاه على الورث، وعارفه انك كنت عامل حساب لابوك الله يرحمه. معلش، بس هي غلطتك. في نفس الوقت مش قادرة أشوف جبرية وفوزية وعبد الحكيم وولاده عايشين وبيتمتعوا بالفلوس وفي سعادة اللي انت ليك فيها ومن حقك ومن حق بناتك. هتقول لي خايفة، هتقول لي اللي شفناه كان كتير وعديناه والدنيا اسليت علينا. هقول لك كنت جنبي وفي ظهري، بس أنا مش قادرة يا عبد الله، مش قادرة يا أخويا، سامحني. أنا ماشية زي ما أكون عامية، عمالة أخبط في الناس، الدنيا تخبط فيا أنا، معلش. إنما ما يرتكش تخبط في بناتك وتمسح بيهم الأرض. ما تزعلش مني يا عبد الله من اللي أنا هعمله. أنا هاخد حقك وحق بناتي وحقي بما يرضي الله. Thank you.
اتجننتي؟ هتيجي معاي ولا صرخ ولم عليك الناس؟ بدك ديه اتجننتي خلاص. في ايه مالك؟ انا حاسك ده انك واخد جنبي مني. طيب روحي دلوقتي وانا هحصلك. رجلي على رجلك. انت عارفة لو واحد شافني وانا داخل عندك دلوقتي هيقول ايه؟ داخل ليه يا مروان؟ داخل لبيت مرتك اللي هو بيتك ولا انا غلطانة؟ مش قصدي. لا تقصد، وكل ما نتكلم مع بعض تقولي الكلمتين دول. عارف ليه؟ عشان انت من جواك مش حاسس انك متجوز. انت واخدها هزار ولعبة. انا دلوقتي فهمت اللي ما كنتش فاهماه ولا عارفاه وقلبي كان عميني عنه. ايدي ايدي وروحي دلوقتي. ايوه انت اتجوزتني مزاج، تلاقي كرت في عقل بالك مش هتقدر تقولي لا على اي حاجة انت بتعملها. ما انا رمية ومسكينة ومكسورة. لا واللي زاد وغطى دلقتي عليك. الكلام ده مش صح. لو مش صح تعال معايا دلوقتي. ها طب روحي 10 دقايق وهكون عندك. 10 دقايق. 10 دقايق. يخرب بيتك وحشتيني. وبعدين معاك؟ بعدين ايه؟ النهارده مش دخلتنا ولا ايه؟ دخل عليك حنشي اخي. وماله؟ سابقه معاك؟ معايا فين؟ بقول لك ايه؟ اللي بتعمليه ده غلط مش صح. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا حسن؟ اتفقنا؟ واحنا اتفقنا على حاجة؟ بعدين انا مش موافق على اي حاجة. ومن الاخر كده انت مرتي رسمي، صح ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شكله سكران يا جماعة، ما نطلب البوليس. لا بوليس ايه؟ ده ابن عمك برضه في الاول وفي الاخر يا شهد. لا انا عايزه تطلب البوليس. اطلع بره يا حسن. اطلع بره فين انا؟ في ايه؟ انت سكران ومش عارف انت بتقول ايه؟ مفيش داعي للغلط خالص يا حسن. غلط ايه وزفت ايه على دماغكم انتوا الاثنين؟ بقول لك ايه؟ انت لو ما طلعتش بره دلوقتي حالا انا هصوت وهفرج عليك الناس. هو احنا بقى مش هنخلص من الجنان والقرف ده ولا ايه؟ جرف ايه يا روح الروح؟ ما تقولي لها ريتال. تقول ايه؟ ما تنطق يقصد ايه؟ ما يقصدش اي حاجه، ده واحد سكران هتاخدي على كلامه؟ اطلع بره. اطلع بره فين؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ماشي. يا حاجي هاخده يعني هاخده. هو انت فاكر مفيش حد يقدر عليك هنا ولا ايه؟ بقولك ايه؟ ابعد عن وش السعاده، انت ما تعرفنيش. بعدين انت ايه اللي دخلك بينا؟ ايه اللي دخلك؟ اتفقنا عليه يا حسن؟ فكك من الحوارات دي. انا وانت متجوزين، العين دي بيقولوا عليها ايام عسل، يبقى ليه نبعد عن بعض؟ بالذمه ده ينفع؟ انت كده بتبوظ كل حاجه. كل حاجه بايظه وفي عدل في العيله دي؟ اقولك ايه؟ اوعي يا حسن. خلينا احنا مع بعض يا رورو. رورو؟ وانا حوسه. يا نسمة لا تعالوا! افتح الباب! يا حرنك افتح! افتح! كويسة؟ ده انا هوديك في 60 داهية! باش! يعني البيت اللي عجوزك؟ عيب حضرتك. حلو قوي. طب وايه الحل الوقت يا أستاذة؟ أنا أسفة حضرتك، ممكن بعد إذنك نخلص الإجراءات بهدوء؟ أنت عارفة الباشا ده كان ممكن يحصل له إيه؟ وأنت مش قادر تمسك نفسك؟ أبوك عايش؟ لا. ما أنا هقول إيه؟ ما لو كان عايش كان رباكي، ما كنتش عملت كده. مفيش داعي للغلط حضرتك، أنا اتأسفت لحضرتك وقلت لك إن إحنا غلطانين. الحاج يا عبد الحكيم، الحاج. خير يا جبرية. منين؟ هيجي منين الخير؟ ست الهواني مش في أوضتها. تقصدي مين؟ هيكون مين؟ الهانم العاقلة الكاملة اللي راسها توزن بلد. هتكون راحت فين يعني؟ الله أعلم، مش عرفني. هي طلعت تتسحب ومغطية وشها، أمال عشان حدش يعرفها ولا يعرف من اللي طلع السعادة.
على اخر الزمن يا عبد الحكيم. الحريم بيطلعوا من بيتك في نصاص الليالي، الله يرحم. كنت تطلع من البيت وبمعرفتك، ولو اتاخرت شويه الكعبه اللي كده في روحي. اطلعي نام يا جبريه. انام؟ انت يا راجل على قلبك مراوح؟ فيش دم في عروقك يغلي؟ اطلعي نامي. وايه تاني يا جبريه؟ ايه تاني يا حبيبتي؟ ولا حاجة يا ست الستات، انا بس يعني كنت خايفة عليكي. امال ايه؟ انت واحدة منينا دلوك وقاعدة في بيتنا؟ يعني راجل البيت لازم يكون عنده علم انت طلعت امتى ورجعت امتى. انا عارفة كمان يعني ان سؤالي عالجم بيوقف في حلقك ويخنقك. كنت عند عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم.